فرح يعني. ومن جولتنا المنوعة رح نبدأ بأولى فقراتنا الصباحية لليوم، ومن عالم الأعشاب وعودة إلى الطبيعة وخيراتها، ونتعرف على أهم ما بتقدمه الأرض من مواد طبيعية يلي بتساعد وبتقوي مناعة الجسم، وخصيصا من السرطانات وسرطان الثدي، مع الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية العلمية للطب التكميلي. سعد صباحك دكتور. سعد صباحكم، يعطيكم العافية. صباح الخير دكتور عن صباح جديد. أهلا وسهلا فيك. يعني دايما عم بتكون ضيفنا لحتى نحكي عن أهمية الأعشاب. اليوم قد ايه بتشوفها دكتور هي صارت يمكن ثقافة بأغلب المنازل والعائلات السورية؟ هي نحن اليوم بالنسبة للأعشاب الطبية هي وسيلة مستخدمة منذ القدم، يعني نحن ما عم نحكي عن شيء جديد، ولكن الاستخدامات الشعبية اللي درجت في الكثير من المناطق في العالم، من ضمنها في سوريا في عنا طب شعبي أصيل موجود في كثير بالبيوتات. اليوم نحن في عنا استخدام لبعض الأعشاب بشكل فطري يعني طبيعي. نحن بيصير في عنا مشكلة هضمية متوجه للنعنع، بيصير في عنا مشكلة بالصدر متوجه كمان لبعض أنواع الزعتر، والتي منها فعلا استمد العالم صيغ اليوم صارت دارجة ومستخدمة كأدوية لمعالجة هذه الأمراض. فيما يتعلق بموضوع الحقيقة استخدام هذه الأعشاب في دعم المناعة خلينا نقول وأهميتها، فعلا نحن اليوم بحاجة ماسة لناخذ شيء يساعد المناعة في الجسم طبيعيا على أن تكون كفوءة ويكون رد فعل الجسم المناعي يتناسب مع الإصابات الكثيرة اللي بدأت تنتشر نعم. بمجتمعنا. يعني دكتور دائما بيقول الوقاية خير من قنطار علاج، وهون دور الوقاية لنقدر نحسن مناعتنا بأنه يمكن يكون نظامنا الغذائي صحي، وحتى نظام الأعشاب يلي نحن ممكن بناخده يكون صحي ويساعد بتقوية مناعتنا، خصيصا عم نحكي نحن اليوم بشهر أكتوبر لسه ما خلص الشهر في الحملات العالمية وحملة الوطنية أيضا لتوعية بسرطان الثدي، فخلينا نروح شوي لهذا الشق لنتعرف على أهم الأعشاب يلي بتساعد على تحسين مناعتنا من الإصابة من السرطانات بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص. تمام. أول شيء سؤال مهم جدا، يعني حقيقة اليوم نحن عم نسمع بشكل يعني متزايد انتشار لعدد كبير من الإصابات السرطانية، وخلينا نحن نفهم بالأساس أنه هو السرطان هو عبارة عن خلل ما عم يخلي الخلايا تنمو بشكل غير مضبوط غير مفسر في بعض الأحيان. طبعا عم ينتشر أنواع جديدة من السرطانات يمكن ما كانت موجودة كثير أو ما كان يعني مسلط عليها الضوء كثير. ما يتعلق اليوم بسرطان الثدي، فعلا نحن اليوم الثقافة اللي عم تنشرها يعني كل خلينا نقول الحملات الوطنية لضرورة الكشف المبكر مهمة جدا، لأنه نحن اليوم لما بيكون في عنا كشف مبكر بنقدر نتعامل مع هذا الموضوع بطريقة أسلس وأسهل في المعالجة. ما يتعلق في أنه نحن كيف فينا من الأساس نحسن جسمنا ضد هاي خلينا نقول المركبات اللي او هذه النوعيه من النمو غير السليم، فهي عاده بمضادات الاكسده. وحقيقه نحن صار بالعالم توجه كبير جدا لاستخدام مضادات الاكسده والمركبات الطبيعيه اللي ممكن تآزر بهذا الموضوع، طبعا تشمل انواع كثيره من ضمنها اللي نحن بين ايدينا هو خلينا نحكي عن الزيوت الدسمة غير المشبعة اللي هي المصدر الأساسي لمركبات أوميغا، سواء كانت من مصادر خلينا نقول سمك مصادر بحرية أو من مصادر مثل زيت السمك أو من مصادر نباتية مثل زيت الكتان، وهو على رأس القائمة مع مجموعة أخرى من الزيوت مثل زيت الكتان. هاي المركبة زيت الكتان وزيت الزيتون وغيره من الزيوت اللي فعلا عم تملك يعني فعالية مضادة للأكسدة مهمة، وبنفس الوقت كاسحة لما نسميه الجذور الحرة اللي هي المركبات السامة الخطرة العدوة لجسم الإنسان، والتي تتشكل نتيجة تطور يعني وسائلنا الحضارية عم تشكل نحن عنا هذا العدو الخفي اللي هو عم ينتج عن مثلا استخدام بعض الأنواع في تحضير الأطعمة بشكل سريع، مثلا مثل مايكروويف، مثل استخدام زيوت القلي بدرجات حرارة مرتفعة جدا، عم تعمل انشطارات. هالانشطارات عم بتشكل لي مركبات سامة. هالمركبات السامة حقيقة عم بيكون في لها دور سلبي، وهي أساس الإصابة بالعديد من مشاكل وأمراض السرطان. لذلك نحن لازم نكافحها.
مكافحتها بتكون عادة انه نحن نستخدم حصة يومية من هذه المركبات الزيتية المضادة للأكسدة. يعني لازم يكون في عندنا نحن استخدام يومي لزيت زيتون او زيت كتان او زيت سمك، يعني هي اهم زيوت، في زيوت اخرى كثيرة نية طبعا ممكن ناخذها نحن مثل ما هي بشكل، طبعا ما تكون مطبوخة، لازم تكون اكيد. يعني نحن فكرة رفع درجات الحرارة عم نخسر الروابط غير المشبع اللي موجودة، والحقيقة اليوم نحن بحاجة ماسة لاستخدام سواء هذه المركبات من أصلها، يعني موجودة عندنا نحن بسوريا بنستخدم مثلا زيت الزيتون بكميات كبيرة، أو نستخدمها كمتممات ومكملات غذائية اللي هي مركبات مصنعة وموجودة بالصيدلية بشكل حموض أوميغا اللي هي حموض مهمة جدا في هذا الاتجاه. إذا هذا البند الأول اللي لازم نحن نتوجه، لازم يكون في عنا حصة يومية من زيت الكتان، زيت السمك، زيت الزيتون بشكل مضاد أكسدة وكاسح للجذور الحرة. الداعم الآخر هو مركبات عديدات الفينول. حقيقة عديدات الفينول نحن كلياتنا بنسمع عن الشاي الأخضر وأهمية الشاي الأخضر بأنه هو بكافح الجذور الحرة وله دور مهم جدا بأنه هو يعني يمنع الأكسدة والتخرب. خلينا بس نعرف شغلة، أنه الأكسدة هي تفاعل تخرب نحن بنشوفه بشكل يومي. يعني نحن إذا بنترك تفاحة معرضة للهواء بتتأكسد، بيتغير لونها، بيتغير شكلها مع تعرضها للهواء. إذا نفسها نحن شلناها وحطيناها ببيئة أو بوسط من عصير البرتقال بسلطة الفواكه مثلا، بتبقى محافظة على نفسها لفترات أطول. هذا نفسه اللي بيصير عندنا بالبشرة. البشرة غير المحمية أو الجسم غير المحمي بيكون عرضة للأكسدة والتفاعلات التخريب، سواء من الأكسجين الموجود بالوسط أو من وسائط أخرى أو حتى من الجذور الحرة السامة اللي حكينا عنها، اللي هي مركبات تنتج عن انشطارات غير سليمة للروابط الكيميائية الموجودة في الطبيعة. وبالتالي نحن اليوم رح نكون عرضة للإصابة بهي المركبات ما لم نأخذ مادة تقينة. يعني قولا واحدا اليوم نشوف ست عمرها 50 سنة بس بشرتها عمرها 25، ومنشوف أخرى عمرها 25 بشرتها عمرها 50. السبب في ذلك هو ترك هذه البشرة عرضة لهذه التفاعلات الكيميائية الضارة التي يعني تحتاج فعلا إلى وقاية، تحتاج إلى من يقوم بالدفاع عن هذا الخلية سواء كانت بشروية أو كانت خلية وظيفية. فإذا مركبات البوليفينول أو عديدات الفينول موجودة في الشاي الأخضر بتراكيز كبيرة، يمكن الاستفادة منها إذا كان فعلا في عندنا كمان حصة يومية من الشاي الأخضر. شاي أخضر يكون الشاي الأخضر اللي بنحضره نحن بالبيت، سواء بناخده نحن بشكل منقوع أو بناخده بشكل كبسولات، كمان موجود بشكل كبسولات يعني ضمن المستحضرات الصيدلانية المتوفرة. الهدف منه مضاد أكسدة. يعني نحن اليوم عم نحكي عن جرعات مبالغة بكميات الشاي، تماما في مبالغة لأنه كمية كبيرة ممكن توردنا كمية كبيرة من الكافيين. نحن اليوم بدنا البوليفينول بس ما بدنا ناخذ كافيين كثير، لذلك يفضل انه ما يتجاوز موضوع 3 كبايات يوميا، وممكن ناخذه من مصادر كمان متعدده البوليفينول. تماما، وين في مركبات غير الشاي الاخضر؟ يعني اعطيكم مثال، نحن اليوم عندنا اكليل الجبل يحتوي على مركبات مضاده للاكسده، ممكن نستخدمها بالزهورات. هي ما فيها كافيين، وكل جبل نبات سوري منتشر بسوريا بشكل كبير. حتى بالطبخ آخر فترة يعني فرح وله نكهة طيبة. هي هاي المركبات مركبات منتشرة ومضادة للأكسدة وآمنة، وممكن استخدامها يعني كدعم نحن خلينا نقول مع الزهورات، مع المتة اللي بيشرب متة. فنحن بنكون عم ناخذ مركبات عديدة الفينول. أنا حاول أحكي عن شيء متوفر بين إيدينا ما يكون مكلف، وبالتالي هيك نحن بنكون حصلنا البوليفينول. القسم الثالث هو عديد سكر. إذا نحن حكينا القسم الأول هو الحموض الدسمة غير المشبعة، القسم الثاني هو مركبات عديدات الفينول، القسم الثالث هو عديدات السكر. عديدات السكر في عنا في النبات مركب اسمه البيتا جلوكان أو مركبات الجلوكان، هي مركبات سكر وحيد ولكن متعدد. يعني نحن عنا عدة ارتباطات لهذا السكر فبسموه عديد سكر. عديد السكر بيكون فعلا مركب مهم جدا، وحسب الدراسات الحديثة انه عديدات السكر الجلوكان تساعد في تنشيط رد الفعل المناعي، بمعنى انه هي تعدل المناعة ليصير في عنا مناعة كفؤة. تمت الدراسة الحقيقة على مثلا نبات الشوفان. نبات الشوفان يحتوي على بيتا جلوكان بكميات كبيرة. اليوم استخدام الشوفان طبيعيا
نحن إذا أخذنا منه حصة غذائية يومية فنحصل على مضاد أكسدة ونحصل على معدل مناعي يعدل رد فعلنا المناعي بما يتناسب مع انه نحن فعلا ما نوقع بمشاكل الجريب والرشح بشكل دائم، لانه نحن في عندنا ناس مع بدايه الفصل الشتويه ببلش يظهر عندهم انتانات فيروسيه وايضا جرثوميه متعدده، يعني بصير كل يومين ثلاثه بيطلع من مرض بيرجع بيفوت بمرض، مناعه ضعيفه ما عم تقدر ترد بشكل كفو، لازم ندعمها. تدعم هذه المواضيع ضمن اطار الشكل النباتي مثلا بعديدات السكر اللي عندنا مثل الشوفان، فاذا صار في عندنا حصه يوميه من الزيوت، حصه يوميه من الشاي الاخضر او الاكليل الجبل، وحصه يوميه من مركبات الشوفان. في غير بالشوفان هي المركبات موجوده؟ في موجود ببعض الفطور، في فطر اسمه اجريكوس بلازي موجود ببعض المركبات النباتيه الاخرى، طبعا الشوفان هو اكثرهم، يعني نحن ممكن نحن نستخدمهم. في بالصيدليه من مصدر من فطر اسمه اجريكوس بلازي لشركات دوائيه سوريه مركب اسمه بيتا جلوكان. طبعا نحن اليوم هاي المركبات نستخدمها من باب الدعم، يعني احنا هون استاذنا عم نحكي على تحسين الوقاية المناعة من الإصابة. نعم. إضافة إلى الفيتامينات المعهودة اللي نحن بنعرفها، مثلا فيتامين سي له دور أيضا مضاد الأكسدة، وذكرنا المثال على ذلك هو التفاحة اللي قدرنا حافظنا عليها بوجود فيتامين سي، فنحن ممكن ناخذها من مصادر متعددة. اليوم عندنا الشطة أو أنواع الفليفلة تحتوي على كميات جيدة من فيتامين سي، الملفوف كمان مصدر مهم لفيتامين سي، ونحن اليوم بلد منتج ل خلينا نقول الانواع الليمون والبرتقال بلش الموسم يعني بلش موسمه، فكمان الاهتمام بهذه المركبات مهم جدا لاعطاء الكميه الكافيه من الجسم. القسم خلينا نقول الرابع والمهم هو الزيوت العطريه. الزيوت العطريه كمان لها دور في مكافحه الجذور الحره، لها دور في تخفيف حالات الانتانات، ولها دور ايضا في دعم المناعه طبيعيا. مين عندنا فيه نباتات تحتوي على زيوت عطريه؟ في عندنا كثير، الزعتر البري، في عندنا انواع المليسه. نحن عم نحكي عن مثلا نانرج وبعض انواعه ايضا استخدامه مهم جدا، هي كلياتها مركبات موجوده فينا نستخدمها بالشتويه بشكل جيد، و يعني الحصول على هذه المركبات من الزيوت العطريه هون يفضل اثناء عمليه التحضير انه ما نرفع درجات الحراره بالتحضير، نحضر دائما كباية المي ساخنة، نسقط الأعشاب، نغطيها 10 دقائق بعدين نشربها، فإذا هون بنكون أخذنا كل أنواع الأعشاب بعد. هيك لازم تتحضر أو لا، تختلف؟ لا، بس اللي فيها زيوت عطرية تماما. دائما الأقسام اللي فيها هوائية اللي هي أزهار، الأوراق، بابونج، الأجزاء الزهرية العليا، هي تحتوي على زيوت عطرية بنحضرها من خلال نقع. أما إذا عم ناخذ أجزاء من النبات مغمورة مثل الجذور، القشور، فنحن مثلا مثل الزنجبيل، الزنجبيل مهم، بس أنا أثناء عملية التحضير لازم أغليه لمدة معينة لحتى أحصل على المكونات الموجودة فيه. اليانسون؟ لا، اليانسون كمان فيه زيوت، هو البذور، لأنه نحن نستخدم بذور وثمار اليانسون، فهي فيها زيوت لازم نحن نتحضر بطريقة النقع. أما المركبات مثل العرق السوس، تفقد شيء من خصائصها دكتور في حالة الغلي للزيوت العطرية؟ ممكن تفقد شيء من خصائصها؟ طبعا نحن بنفقدها، للزيوت العطرية بتتبخر، لأنه هي مركبات سريعة التطاير بدرجات الحرارة العادية، فما بالك لما بنرفع الحرارة. صحيح. عرق السوس كمان من المركبات المهمة، لولا بعض مشاكل مع بعض الأشخاص اللي عندهم ارتفاع ضغط، بس فعلا هو نبات مهم جدا يحتوي على مركبات. هذا القسم الخامس من المركبات اللي هي مركبات الجليكوزيدات الصابونينية. هالمركبات مثل مركب الجليسيريزين مركب مثل السحر حقيقة، يعني اليوم كثير من الدراسات على مركب الجليسيريزين الموجود ضمن عرق السوس، سواء بفعاليته داخليا بأنه هو يدعم علاج بعض الآفات والمشاكل سواء الفيروسية أو الجرثومية، والحقيقة بأمريكا عم يشتغلوا عليه كداعم في علاج الإيدز وعطى نتائج مهمة كثير، بالإضافة إلى دوره في تطبيق الموضعي. يعني نحن اليوم إذا عندنا في حالات إنتانية أو مشاكل جلدية طبق عرق السوس موضعيا رح تشوف نتائج مهمة كثير، وخاصة إذا كانت معندة على العلاج في كثير حالات عم تعطي فعلا نتائج مهمة جدا. فإذا نحن بالنتيجة عم نحكي عن سلوك، عم نحكي عن استخدام بعض المركبات التي تدعم مناعتنا لحتى فعلا تكون مناعة قادرة على مواجهة التحديات اللي عم تصير من خلال سواء المركبات أو التعرض لأنواع جراثيم وفيروسات وغيره من المركبات. أكيد. رد الفعل المناعي مهم جدا لمواجهة هذه الأخطار لما تتحول فيما بعد
لحالة مثل ما قلنا نحن هي إصابات سواء وهي كمان سرطانية أو غيره. دكتور مسألة عادة إنه نحن ندخل الأعشاب بحياتنا اليومية، يعني قد حلو إنه بفصل الشتي دائما في مشروبات ساخنة عم بتكون، هي عم بتصير جزء من العادات خاصة بهذا الفصل. اليوم شو بتنصحنا بما إنه نحن هيك دخلنا بالبرد، بلشنا بالبرد، شو هي الأعشاب اللي بتنصحنا إنه نتناخدها يمكن بشكل دوري أو يومي لحتى نحافظ على جسمنا من أمراض الرشح، الجريب، كل شيء امراض ممكن تظهر فيه؟ تمام. هلا اول ما يتعلق باللي حضرتك ذكرتي انه نحن اليوم ثقافه شعب، اليوم بالهند ثقافه شعب عندهم هو استخدام الاعشاب، فهن بيستخدموا الاعشاب لحتى فعلا يوصل لمرحله انه هو غير قادر على المعالجه بتحول للطب الكيميائي. هاي ثقافه موجوده منتشره بالشعب، في كثير من الشعوب اخذت هاي الثقافه مثل بالصين، حتى هن صار في عندهم اليوم هالاستخدامات يعني شائعه والكل بيعرف شو بده يستخدم. فلذلك نحن اليوم لازم نحن كونه نحن دوله شرق اوسطيه، النباتات اللي عندنا نباتات عندنا خيرات مهمه يعني جدا كثير. طبعا خيرات مهمه جدا. نحن اليوم بدي اختم بس موضوع الشهر اللي نحن عم نحكي عنه تماما بنبات مهم جدا ولازم نتوجه له كدعم للوقايه من الاصابه بسرطان الثدي، هو زيت بذر العنب. زيت بذر العنب يعتبر من اهم الزيوت، اذا نحن فعلا تم يعني او في قصه عائليه او في شيء فاستخدامه سواء دعم شرب او بشكل كبسولات مهم جدا لدعم هذه الحاله، لانه يحتوي على مضادات اكسده مهمه جدا. اما ما يتعلق بهالفتره من السنه نحن اليوم عندنا المليسه، الزوفة مهمين جدا، كلهم طيبين نحن وممكن استخدامه الحقيقه يحتوي على زيوت عطريه مهمين للطرق التنفسيه. انواع الزعتر سواء زعتر الشنجليش او الزعتر البري المنتشره بريا وموجوده نحن عندنا خيرات بلادنا بشكل مفيد، كمان استخدامها مهم للطرق التنفسيه، واهم شربات سعال في العالم اليوم تعتمد على هذه المركبات بشكل اساسي، مهدئات سعال 100%. فهي بتساعد على اولا اذا في عندي مشكله انتانيه جرثوميه او فيروسيه فهي بتساعد في علاجها بدون ما ناخذ صاد حيوي، بتساعدني ايضا بموضوع يعني التقشيع اذا في عندنا حاله بحاجه للتخلص من البلغم المتراكم، فاذا مفيده جدا وممكن استخدامها من باب الدعم. مشتقات الليمون والنانرج حتى تكون موجوده، ليمون بقشره اللي هو اللومي او بعض المركبات قشر الليمون البعض بحفظهم بطريقه ممكن يستخدمها بتحضير الزهورات، الختميه، الخبازه، هي النباتات ممكن تكون داعمه لانه نحن دائما عندنا بتحضير الشاي في عندنا ثلاث مكونات اساسيه، المكون الرئيسي هو المكون البيز الرئيسي اللي هو له الفعاليه، في عندنا مكون بنسميه نحن سبورتيف او الادجوفنت هو داعم لحتى يعطيني تاثير، مثلا نحن المكون الرئيسي اخذنا شيء للسعال، المكون الداعم اخذنا شيء فيه فيتامين سي مشان يكون في عندنا يخفف من مثلا حالات الاكسده والاصابات الفيروسيه المرافقه، في عندنا المكون الثالث اللي هو الكوركتيف او هو اللي بيحسن الطعم، فممكن نضيف كركديه، ممكن نضيف شيء من الاعشاب اللي انا بحبها حطها مع الشاي الاخضر، مليسه، الهدف انه انا احصل على توليفه من الاعشاب طعمها مقبول والفائده اللي عم تعطينا اياها مهمه، ساعتها فعلا نحصل على ما يعني نحتاجه. ويفضل يوميا نحن صباحا يكون في عندنا استخدام لهي يعني الاعشاب بهدف انه نحن اليوم نفوت يومنا ونحن محميين قدر المستطاع من الاصابات الفيروسيه والجرثوميه واصابات طرق التنفسيه. يعني من مواد موجوده حوالينا وبنقدر نلاقيها بكل مكان، اكيد اذا بنزل على بزوريه بنقدر نلاقي كل هي الاعشاب. تمام. خيرات بلادنا كثيره ولازم نستثمرها لحتى يمكن نعيش حياة صحية، نقي نفسنا من كثير من الأمراض يلي هي ممكن تكون خطيرة بسبب عاداتنا اليومية السيئة يلي نحن عم نعيشها. شكرا كثير لك دكتور وللمعلومات يلي قدمت لنا إياها. يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور.